ولا يقوم البيت على السعادة وعلى الهناء إلا إذا تبادل الزوجان الحقوق الشرعية، وكان البيت مبنيا على الرفق، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وينبغي على الزوجين أن يلين أحدهما للآخر وأن يكون رحمة على الآخر، لأن المعلوم شرعا أن الاجتماع لا يكون إلا باللين والرحمة. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.